واحدة والنصف ظهرا. أما الآن فالكلمة تنتقل للزميل يزيد بن سعيد الجهني. شكرا للزميل سعد بن متلع العتيبي. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الانطلاقة العاشرة لمجموعة أشواطي هذا الصباح وانطلاقة شوطنا العاشر لفئة الإبكار. اللقاية والخمسة كيلومترات هي رحلة، ورحلة البحث عن الناموس دائما جارية معنا في هذا المهرجان وثاني أيام هذا المهرجان السنوي الكبير. أيها الحفل الكريم، كما تشاهدون هذه الشعارات الكبيرة والعملاقة التي أتت للمشاركة في ميدان التحدي، ميدان الشحنية من دولة قطر. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، في هذه اللحظات يفوتني أن أنوه عليكم بأن هذا الشوط شوط تأهيل مشاهدينا الكرام، الشوط من العاشر وبعد أشواط تأهيلية للختاميات وأشواط التميز. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات دعوني أسرح مع حضراتكم إلى مقدمة هذا الشوط والمركز الأول. المركز الأول في هذه اللحظات نتابع طرايف مشاهدينا الكرام، طرايف للسيد مبارك بن قطامي. عفوا مشاهدينا الكرام، هنا تواجد من الشايبة، الشايبة للسيد سلطان بن خليفة بن زاهر الخيالي أحد أشقاؤنا في دولة الإمارات. فأهلا ومرحبا بالضيوف الذين يشاركون في هذا الميدان وفي هذا ميدان التحدي. المركز الثاني في هذه اللحظات من واقع هذا الشعار، شعار العملاق مشاهدينا الكرام، سعيد بن علي بن راية المري مع الريم مشاهدينا الكرام، بالراية اليوم بالفورمة يا جماعة. المركز الثالث في هذه اللحظات تواجد من نشبة وشعار فهد بن سيف، غانم بن فهد بن سيف الخيارين أيضا تواجد مع نشبة. المركز الرابع في هذه اللحظات، رابع المراكز مشاهدينا الكرام، وعد مع عبد الله بن الرزق الزرق النعيمي مشاهدينا الكرام، وللسيد عبد الله بن الزرق النعيمي مشاهدينا الكرام أحد أشقائنا هنا في دولة قطر من المشاركين الأقوياء. المركز الخامس نتابع الضبي لسيد سالم بن محمد أبو عرقوة المري مشاهدينا الكرام. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى المتقدمة، وكما تشاهدون هذه اللقاية والإبكار المشاركة والشعارات التي تزين أرضية هذا الميدان. لكن خلوني مع مقدمة الشوط والمركز الأول. المركز الأول نشبة لسيد غانم بن فهد بن سيف الخيارين. يا الخيارين، أتمنى لك التوفيق وأتمنى لجميع المشاركين التوفيق في هذا المهرجان وهذا الكرنفال الكبير. ولكن نشبة يا نشبة لسيد غانم بن فهد بن سيف الخيارين. المركز الثاني هنا بن زاهر الخيالي متواجد مع هذه البكرة القوية الشايبة وهي في ريعان شبابها للسيد سلطان بن خليفة بن زاهر الخيالي. لكن أيضا أشقاؤنا في المملكة هنا سعيد بن علي بن راية المري أيضا مع تواجد هذه البكرة الكبيرة والقوية في المقام هنا الريم مشاهدينا الكرام للسيد سعيد بن علي بن راية المري. أيضا هنا انطلاق على رابع المراكز واسم جديد يتدخل الشعلة للسيد فاران بن محمد بن قريع المري. وأيضا هنا دخول قوي من هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، تواجد مشاهدينا الكرام من الشوق لسيد عوض بن مهنا المحرمي. ولكن خلوني مع نشبة مشاهدينا الكرام، نشبة تسيطر على المركز الأول لسيد غانم بن فهد بن سيف الخيارين. مشاهدينا الأعزاء تسيطر على الموقف في هذه اللحظات ومتحمل المسؤولية غانم بن فهد بن سيف الخيارين في هذا المهرجان الكبير، يحتل المركز الأول. لكن النقل إلى ثاني المراكز، والمخرجنا يعطينا مركز الثاني الدوحة يا هذا الاسم الكبير. وجار الله بن محمد بن عقيل، يا له من حب ما بين بن عقيل واسم الدوحة الذي تألق بن عقيل في هذا الاسم وشعار النجوم، شعار الفايف ستار. يا سلام جار الله بن محمد
بن عقيل المري البرنس، يا السلام، الملقب بالبرنس للدوحة، الدوحة على ثاني مراكز. المركز الثالث هنا شوق مشاهدينا الكرام، ويا شوق هزني هوا الشوق، هزيز غصن طاح الأوراق المحرمي، عوض بن مهنا المحرمي متواجد ويدفع بهذه البكرة اللقية. المركز الرابع مشاهدينا الكرام، هنا الشايبه لسلطان بن خليفه بن زاهر الخيلي، ايضا هنا عطنا لقطه يا مخرجنا على هذا السيل الجارف من اللقايه، واختلط حابلها بنابلها، ولكن هنا ايضا انطلاق من شعله لفراس بن محمد بن قريع المري، ولكن بكتفي بالخمس واعود الى نشبه مشاهدينا الكرام للسيد غانم بن فهد بن سيف الخيارين، وارتفعت درجه حراره هذا الشوط وبدا المستوى الفني وبدا العد التنازلي، وعشر ابكار مشاركه قويه في الميدان بين حاجزين ومسارين. يا سلام، لابد ان تكون الروح الرياضيه متواجده في هذا الشوط مع نشبه ومع شقاونا هنا في الدوحه. الله، يا سلام، نشبه مشاهدينا الكرام قائده لهذه المسيره وقائده لهذه القافله للسيد غانم بن فهد بن سيف الخيارين. الدوحه وصلت، جرى الله بن محمد بن عقيل المري ايضا هناك من الجانب الثاني، وصايف بن صوغان لسيد راشد بن سعيد بن هديبان المري، ولكن ايضا هنا الذيبه لحمد بن علي بن جر حب المري. يا الله، بدات المعركه وطارن اللقايه مشاهدينا الدوحه من الجانب الثاني، ايضا هنا نشبه ما شاء الله، المعركه ما بين ابناء الشحنيه الذيبه والدوحه، الذيبه لمحمد بن علي بن جر حب الدوحه جر الله بن محمد بن عقيل، ايضا في المطاره راشد بن سعيد بن هديبان بن صوغان، والثلاث اللي بهنزان اللقا. يا الله، وبانت المنصة والذيبة. الله، يا سلام، بن صوغان، حد جاب لي بن صوغان الأفكار يا جماعة؟ راحت بن صوغان، وروح يا ابن هديبان، راشد بن سعيد بن هديبان، وصلت تحسق ما غشاها زبدها. يا سلام، هذه بن صوغان الأفكار حقت بن هديبان وليست حقت بن فطيس. يا سلام، راشد بن سعيد بن هديبان مشاهدينا الكرام يزف التهاني الى وين يا جماعه؟ الى دولة الكويت. سلامي وتحياتي لاشقائنا في دولة الكويت، لهال العاصمة في الكويت. سلامي وتحياتي لبن هديبان ولبن صوغان الافكار ولهذا الشعار العملاق، شعار مغامره وشعار بن صوغان. هذه لحظات الوصول الى خط النهايه، معلن الفوز والناموس، تهانينا والناموس لراشد بن سعيد بن هديبان المري على فوز بن صوغان في المركز. والمركز الثاني كان من نصيب محمد بن علي بن جرحب، والمركز الثالث كان من نصيب الشايب للسلطان بن خليفة بن زاهر، والمركز الرابع كان من نصيب الدوح لجار الله بن محمد بن عقيل، والمركز الخامس الجزيرة راشد بن طالب بن شريم المري. هكذا كانت النتيجة، وفازت بن صوغان في هذا الشوط العاشر لمجموعة أشواط هذا الصباح. تهنئة موصولة لمالكي بن صوغان راشد بن سعيد بن هديبان المري ولأشقائنا في دولة الكويت. هذه لحظات الوصول والتوقيت الزمني، هذه لحظات الوصول، وصول بن صوغان إلى خط النهاية، وتهدي الناموس لملكها راشد بن سعيد بن هديبان. التوقيت الزمني لحظة الوصول 7:41، 18 جزء من الثانية. التهنئة موصولة لمالكي هذا الشعار. المركز الثاني كان من نصيب الذيبة لحمد بن علي بن جرحب المري. لحظات وصول الذيبة إلى خط النهاية وتوقيتها الزمني 7:44، 22 جزء من الثانية. تهني وصول لحمد بن علي بن جرحب المري. المركز الثالث كان من نصيب شوق للسيد عوض بن مهنا المحرمي. هذه لحظات وصول شوق إلى خط النهاية وتوقيتها الزمني 7:47، جزء واحد من الثانية فقط. التهني موصول لثلاث المراكز المتقدمة في هذا الشوط، الفائزين في المركز الأول. التهني موصول لراشد بن سعيد بن هديبان المري. في هذه اللحظات الكلمة تعود للزميل نايف بن سعود.